عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على تليفون دكتور احمد فرمان المشرف على ملف السياحه بمحافظه اسوان. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. احنا واثقين ومتاكدين ان محافظه اسوان بتنطبق عليها شروط، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. طيب عايزين نعرف يا فندم ازاي استعديتوا للدخول في هذه المسابقه؟ هو حضرتك في البدايه المسابقه دي هي جايزه اسمها عاصمه السياحه العربيه. تعلن عنها المنظمة العربية للسياحة، وهي واحدة من منظمات جامعة الدول العربية، وهي يعني بتعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب. والمنظمة دي تأسست سنة 2004 وفاز بيها السنة اللي فاتت اللي هي السنة دي 2023 الدوحة، مدينة الدوحة. وحاليا طبعا أسوان مرشحة بملف، وإن شاء الله طبعا تكون هي عاصمة السياحة لعام 2024 إن شاء الله. دكتور أحمد بعد التحية، يعني إزاي استعديتوا عشان تدخلوا هذه المسابقة؟ يعني ملف التقدم لهذه المسابقة بيحتوي على إيه؟ هو حضرتك طبعا معالي المحافظ سيادة اللواء أشرف عطية طلب عمل ملف للفوز باللقب وليس المشاركة أو التمثيل المشرف. هيل. وخصوصا إن إحنا عندنا طبعا يعني خبرة في التعامل مع جوائز جامعة الدول العربية، لأن سيادته لسه فايز برضه بجائزة أفضل محافظ في المنطقة العربية. فعشان كده يعني في ملف كويس إن شاء الله يعتمد على الأساسيات المطلوبة في المدينة اللي بتترشح لعاصمة السياحة العربية. هما خمس قواعد أساسية. نمرة واحد إدارة السياحة. نمرة اثنين البنية التحتية والموارد. نمرة ثلاثة السلامة والأمن. نمرة أربعة تنوع الأنشطة السياحية. نمرة خمسة حماية البيئة. وأعتقد إن احنا يعني غطينا كل النواحي دي. لو سمحتي لحضرتك يعني ممكن أشرح كل نقطة. اتفضل. بسرعة يعني. اتفضل. بالنسبة لإدارة السياحة، احنا عندنا منشآت سياحية على أعلى مستوى في أسوان وليها طابع خاص، لأنه بيتوفر فيها مزيج من الطابع المحلي الأسواني والتاريخي والعربي. وبيتم بصفة دورية بناء قدرات العاملين بالسياحة من مختلف الفئات، سواء كان سائق الحنطور، سائق التاكسي، المرشدين السياحيين، العاملين بالمنشآت الفندقية وهكذا. إنما بالنسبة للبنية التحتية والموارد، طبعا الجهد المبذول على أرض أسوان بيشهد على تطوير كتير من كبير في الإحلال والتجديد للبنية التحتية من شبكة مية وصرف صحي والطرق والاتصالات اللي كلها بتصب في خدمة السائح والمواطن الأسواني. بالإضافة إلى مشروع الهوية البصرية اللي دشنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفالات بأسبوع الصعيد في 2021، وبيشمل على وضع بصمة فنية يعني بتنبع من تراث وموارد وسكان أسوان، بتمثل محافظة أسوان كبراند عالمي في سوق السياحة أو في صناعة السياحة. بالنسبة للبند رقم ثلاثة اللي هو السلامة والأمن، طبعا بيقوم سيادة المحافظ سيادة اللواء أشرف عطية بنفسه بحملات تفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من جودة المنتج المقدم للسائح، بداية من الأكل والمزارات ووسائل الانتقال وغيرها. وطبعا مع التحول الرقمي الرهيب اللي بتشهده المحافظة، فبنمر بمرحلة من في السلامة والأمن بطفرة كبيرة في خدمة القطاع السياحي، من ناحيه تامين الطرق، من ناحيه الخدمات السياحيه، من ناحيه الخدمات الرقميه وهكذا. بالنسبه للبند الرابع تنوع الانشطه السياحيه، طبعا اسوان هي نموذج للسياحه الثقافيه، ده لا شك فيه، وهي بتتمتع باثار فريده. يعني اليونسكو اعتبر مدينه اسوان من اسوان حتى ابو سمبل موقع تراث عالمي. يعني مش محتاج ان انا اقول لسيادتك ان فيها معابد ابو سمبل وفيلا وكومومبو وادفو، بالاضافه طبعا الى المتاحف المختلفه. لكن حابب اذكر ان احنا بنركز على انواع ثانيه كمان من السياحه. عظيم. وهي جداً. مثلا سياحه مشاهده الطيور اللي هي مهمه جدا، وخاصه في فصل هجره الطيور الى اسوان. برضه السياحه الرياضيه وخاصه السياحات المائيه. كل انواع السياحات موجوده عندكم في اسوان. طيب احنا ازاي بقى بكل هذه المقومات استعدينا كمان؟ يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن استعداداتنا للفوز باللقب مش لمجرد المشاركه في المسابقه. بالزبط. ازاي كمان بنستعد للموسم اللي جاي، موسم السياحه اللي جاي في الشتاء؟ ما هو نفس الشيء يا فندم، يعني كله بيخدم على بعضه، يعني استعدادنا للمسابقه هو نفسه استعدادنا لموسم السياحه المقبل. اصل يعني وقت موسم السياحه كمان يا دكتور، حضرتك عارف يا دكتور احمد انه بيكون في اقبال زايد من السياح،
وكمان السياحه الداخليه، يعني كلنا بنتجه لاسوان في فصل الشتاء. بالظبط يا فندم. لا في استعداد بشكل كبير، لان احنا طبعا عندنا خبره في استقبال السياحه وخاصه في فصل الشتاء، ففي استعداد كبير سواء من السياحه الداخليه او الخارجيه. طيب دكتور احمد، بالنسبه للفتره اللي جايه، ايه خلينا نقول البرنامج اللي محضراه المحافظه لاستقطاب السائحين، هل في برنامج معين؟ هل في فعاليات او انشطه معينه؟ هو في طبعا انشطه يعني اللي بتحدث سنويا، زي الاحتفال بتعامد الشمس، الاحتفال بالعيد القومي، مهرجان التمور وهكذا، ولكن المحافظه بتجهز يعني ان شاء الله هيكون في مفاجاه. انا طبعا ما عنديش لسه، مش هينفع اعلن عنها. مفاجأتين ان شاء الله قريب جدا هيحصلوا في اسوان باذن الله، يعني ان شاء الله هتبقى طفره في عالم صناعه السياحه ان شاء الله. طبعا برضو في حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للبند بتاع حمايه البيئه، برضو ان طبعا اسوان عامله برنامج كبير تقليل الانبعاثات الكربونيه، زي مثلا تحويل العربيات سواء كانت تاكسي او سيرفيس للعمل بالغاز الطبيعي، وبرضو تدوير المخلفات الزراعيه اللي بيتم الاستفاده منها في اعمال يدويه، يعني بتدر عائد على خاصه السيدات المعيلات والفتيات اللي هم غير عاملات. وبرضو الطاقه الشمسيه اللي هي الطاقه الجديده والمتجدده، وعندنا طبعا اكبر محطه في العالم اللي هي محطه فارس. فلا يعني اسوان بتشهد طفره كبيره في الفتره الاخيره، وان شاء الله اللقب يكون يعني من حظنا باذن الله يا فندم. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور احمد فرمان، مشرف على ملف السياحه بمحافظه اسوان. بشكرك جزيل الشكر يا فندم.